الحمد لله. وكيف أنت يا صديقي؟ أنا بخير طيب الحمد لله. ما شاء الله. من أين أنت؟ أنا من الكونغو الديمقراطية. ما شاء الله. ماذا تأتي من مصر؟ جيت من مصر في شهر فبراير من سنة أو عام 2021. ما شاء الله. أي تمام. كيف حالك زوجتك في المدينة؟ في كونغو. في بلد. في البلد نعم. هي بخير الحمد لله. ما شاء الله. كم ولدك؟ عندي بنتان فقط. ما اسمها؟ اسمها روكية. روكية ما شاء الله. في متوسط أول؟ أنا في متوسط الأول كانت واحدة. واحدة ما شاء الله. أما أنت؟ أنا في القاعة.